السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة ريفيوهات عن كتب سلاح التلميذ مبادئ الحساب. أول كتاب اللي هو من 3 لـ5 سنين حضانة، والكتاب الثاني من 5 لـ6 سنين برضو حضانة. أبص عليها من جوه كده بسرعة. هنبتدي طبعا بكتاب سلاح التلميذ اللي هو من 3 لـ5. أول ما نفتحه حلو قوي، فيه شوية تلوين كده لطف أهو. والله أنا ممكن أشتري عشان خاطر شوية التلوين دول. كل ده تلوين اهو. الله ده انا بعشق التلوين على فكره، وانا اصلا طفله. تمام طبعا يا جماعه، يعني ولادي حطوا لي بقيه الكتب اهو. كل ده هنعمل عنه ريفيوهات. ماشي. كل ده الكي جي 1 لسلاح التلميذ من 3 لـ5 الحساب. انا مش شايفه اصلا غير تلوين والوان وحاجات حلوه قوي، عشان كده الكتب سعرها رخيص جدا جدا. ودي الارقام، رقم 2 ورقم 3 و9، ودي التمارين اللي عليها اهوت. و10، وتمارين على رقم 10. تعالي كده يا ايسل. ده هنا هو ترتيب الشمعات ديت وترتيب التورته، ودي تمارين اهوت على الارقام. طبعا انا جريد جامد، هو المفروض ان هو جاب تمارين على الارقام من 1 لـ10. ودي تمارين هي سلاح التلميذ يا جماعه اهو في الحساب. من انا مش عارفه اقلب الصفحه من الكتب الجديده لازقه في بعض اهو. ارسم كم عدد شمعة وكم عدد شمعة، ولون طبقا لكل ولد، وتمارين الاكبر منه وحوط على الشكل الاكبر وحوط على الشكل الاصغر اهي. طبعا الالوان حلوة قوي، وكتب الكي جي من السلاح مميزة. تمام، لا اشكال حيوانات وكده، حلوة لطيفة جدا. ده كتاب اللي هو من 3 لـ5 سنين، وهنا بيقول لي وصل كل شكلين متشابهين ووصل كل شكلين متشابهين برضو. ودي تمارين، يعني دي تمارين مش مجرد صور. ما لون ما تحت الكرسي، لون ما تحت الكرسي بالبني واللي فوق بالازرق. ده كتاب من 3 لـ5. هفتح لكم كتاب من 5 لـ6 سنين. تمام كده انا فتحت الكتاب اللي هو اهو من 5 لـ6 سنين حضانة، والمبادئ بتاعة الحساب. اصدق بس الكتاب لان الكتب جديدة فبتتني جامد. ده اول تمرين فيها، لون الشكل الاصغر وضع دائرة حول الشكل الاصغر اهوت. كل دي تمارين اهو. ده الحساب من سلاح التلميذ، ودي طبعا ضع دائرة حول الشكل المتشابه. ماشي، ضع دائرة حول العنصر الاصقل اهوت. اشكاله حلوة طبعا. عايزه اجري شويه. مديني شكل النجمه وشكل الدايره وشكل القلب والبيضاوي، الشكل البيضاوي والشكل الخماسي والسداسي اهو. ووصل ولون وكده. وهو حلو قوي في مرحله التمهيدي على فكره. الكتابين يعتبروا حلوين جدا في مرحله التمهيدي. وهنا وصلنا لرقم 14 15 تمام اهو 17. وهنا عد بقى البذر اللي فيه. اعمل بذر البطيخ. انا بجري بقى ايه كام صفحه في بعض كده، وبحب انا الاشكال دي. لون وجمع الحروف، وصل الحروف اهو. انهي اطول وعد بالسنتيمتر. وكل ده يا جماعه الكي جي 2، وهو منهج كي جي 2 تقريبا على فكره، ان هو ماشي بترتيب المنهج اهو. اجمع ايه ده، انت تقبل مني. اجمع ثم اكتب الرقم، وده الجمع لحد 10 اهو. وصل المجموعات المتساويه. الكتاب بتقفل لوحده من كتر ما هو جديد. اكبر واصغر، حط اكبر واصغر من اهو. وهنا الفلوس، عدد لي الفلوس اهوت في الاخر، والفلوس برضو تمرين على الفلوس. طبعا انا بجري جامد، بجري جامد اهو، ما بجيبش صفحه صفحه اصلا. بتاع الورق ملزوق في بعضه او جامد ناشف. الورق تقيل، الورق تقيل محمل. وهنا ديت عمليات للطرح. والكتاب كم صفحه بقى؟ الكتاب 160 صفحه. 160 صفحه. ده اللي هو كي جي 2 ماشي، او اللي هو من ايه احنا قلنا من لغايه 6
من 5 لـ6 سنين والثاني من 3 لـ5 سنين. ودي التمارين بتاعته اهيت يا جماعه. سلاح التلميذ سعره حلو جدا، سعره رخيص قوي في الثلاثينات، وموجود متوفر عندي حساب مستوى اول حساب مستوى اول وحساب مستوى تاني، تمام، عربي مستوى تاني بس، وانجليزي وماس، تمام. تابعوني بقى شويه الريفيوهات الجايين دول كله هنعمل على سلاح التلميذ الحضانه.